الفصل الأساسي للدكاترة والطلبة الليبية في المجال الفني والمسرحي. يسعدنا كثيرا. 50 عضو هيئة التدريس، 250 من حملة الدكتوراه والتلقي موزع على درنا وترعوة في مدينة القبة بالتحديد، وبصفة عامة في مدينة درنا مدينة وجامعة زوم الجامعة كتب درنا أساتذة معيدين موظفين طلبة 90 قسم علمي كلية طب بشري كلية صيدلة من أبرز كلية العمارة والفنون فيها ما تغيب عني، ما تغيب خلي. فأكيد السعادة هذه حتبان على وجوهك. تسلم يا خدوجة. تحية، والتحية لعم سلام. أوه دور.